النهارده بيشرفنا ان احنا نعلن انطلاق الموسم الرابع اللي هيستمر لمده 9 أيام متصله بخط سير جديد واكثر صعوبه من الاعوام السابقه باجمالي مسافه قدرها 2950 كيلومتر ويشترك فيها 60 متسابق من 11 دوله مختلفه. نادي الروتري اسكندريه كوزموبوليتان مع نادي السيارات ومع وزاره السياحه هم المنظمين لهذا الرالي. حد منكم يتساءل طب الروتري ماله بهذا الموضوع؟ الروتري طبعا المفروض ان هو منظمه المفروض انها خدميه وبتخدم المجتمع. طبعا تنظيم مثل هذا الرالي ايضا بيخدم المجتمع، ده ردا على التساؤل اللي قد يكون في ذهن البعض الروتري ماله من مثل هذا الموضوع، لكن انا عاوز اقول انه تشجيع السياحه اللي هو المفروض العائد من مثل هذا الايفنتس او هذه المناسبات الرياضيه هيكون في تشجيع للسياحه وبالتالي ده بنخدم الاقتصاد القومي المصري والمجتمع المصري. بدات رحلاتي ان الف سنه 96 لفيت مصر كلها وبدات ان انا اسافر بره مصر في 2002 اول رحله عملتها انطلقت من مصر للاردن سوريا تركيا اليونان ايطاليا فرنسا وبعد كده 2003 و2004 و2005 عملت رحلات حول اوروبا 2007 عملت رحله في امريكا من الحدود مع كندا لحد الحدود مع المكسيك 2009 2010 2011 2012 2013 2014 رحلات في افريقيا اكبرهم كان من جنوب افريقيا لحد مصر ودي اكبر رحله عملتها في حياتي 22000 كيلو في 6 شهور. احنا مهتمين جدا بانه رياضه الدرجات الناريه تكون رياضه منظمه، يعني اولا هي رياضه محبوبه جدا. هذا لسه كان في عندنا مناسبه قريبه جدا في الدريفتس بتاع السيارات كان فيها شغل الدرجات الناريه في استاد القاهره وعدد المشاهدين من الشباب والناس كان زي ما بقول يكاد لم يكن يفوق مزايا المشاهدين بتاع كره القدم. الرياضه محبوبه جدا ولها يعني مريدين ومحبين كتير جدا.